عربية سياسة حرية. هذا الغريب الله كريم. وجاءت الكونفدرالية المناضلات والمناضلين ديال المشاركة في هذه الوقفات احتجاج امتثال التراب الوطني، لأن السياق اللي كنعيشوه كيفرض احتجاج على هذه الحكومة التي لا تشرف نفسها ولا تشرف الشعب المغربي، لأنها لا تلتزم بالتزاماتها. أولا التزامات اتجاه الشعب المغربي، ثم التزامات اتجاه الشغيلة. وقع اتفاق مع المركز النقابي 30 أبريل 22، ولحد الآن أهم البنود منهم الزيادة في الأجور، الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة حسب الأشطور، وخلق يعني الدرجة الجديدة. ورحنا علنا على إضراب عام الثلاثاء المقبل، إضراب عام في الوظيفة العمومية، لأن الحكومة تهربت في التزاماتها. كذلك الحكومة عندها التزامات تجاه الشعب المغربي. قال رئيس الحكومة، قال أنه هو قبل رمضان غنواجهه هذا الغلاء اللي كان، ولكن شفنا ما واجهتوش. فقط الحكومة هي كتلبي المطالب ديال الباترونة. حنا في الكونفدرالية نعتبر هذه الحكومة هي استجابة، جات استجابة لمطلب الباترونة، وكتلبي الباترونة، وكتخلي الباترونة كتاجر في الخيرات المغرب، كتصيفطهم للخليج والاوروبا والافريقيا. هذه الحكومه المغربيه كذلك كتلبي المطالب ديال الباترون. انا كنشوف انه داز القانون ديال استيراد الابقار واللحوم، داز اليوم وغدا الباترونه اللي مسنوده من طرف الحكومه دخلت الابقار، اللي حتى هي هناك من يشكك في سلامه اللحوم وجودتها. وبالتالي هذه الحكومه ما غتلبيش مطالب الشعب المغربي. حنا كنقولوها الحل الوحيد هي أن هذه الحكومة ارحل. الكونفدرالية ترفع شعار أخنوش وحكومة أخنوش ارحل، وحنا كنقول أنه الحل الوحيد هي خاصنا حكومة تستجيب لمطالب الشعب المغربي، وبالتالي بالإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها. وهذه الحكومة، هذه الانتخابات حنا كنشكو فيها، خاصنا حكومة تلبي مطالب الشعب المغربي، قلبها على الشعب المغربي وعلى قلب على معاناة المغاربة اللي خرجوا تيبكيو في السوق. شفنا مواطنات ومواطنين يعني في سن يعني متقدم العمر اللي ما لقاوش ما يشريو تيبكيو. وبالتالي خاصنا حكومة ديال المغاربة، حكومة ماشي ديال الباترونة. وشكرا. كتلاحظوا أن اليوم عندنا 60 وقفة احتجاجية في مختلف مناطق المغرب، مدن وقرى. وفي نظرنا، في نظري أنايا شخصيا، ما غاديش نتوجه لا للحكومة ولا للمسؤولين على مستوى الدولة، لأننا توجهنا لهم مرارا في عدة وقفات احتجاجية ومسيرات، يعني من أجل أنه يراعيوا الأوضاع نتاع شعبنا. ولكن لا ننتظر شيئا من الباترونة ومن الشكراء اللي حاكمين البلاد، اللي حاكمين المغرب. ما يمكنش باش ننتظروا منهم باش أنه يراعيوا الشغيلة ويراعيوا للطبقة العاملة ويراعيوا للمعطلين ويراعيوا كذلك للمعتقلين السياسيين والعائلات ديالهم، ويراعيوا للمناطق المهمشة والمفقرة، ويراعيوا الشعب المغربي اللي دابا يكتوي بنار الأسعار. إذن المطروع علينا وهو هذا الشيء اللي درناه اليوم، ها يجب أن نقويه، يجب أن يكون متعدد وقوي. هاد الوقفات الاحتجاجية كخصنا كاملين نتحملوا مسؤولية باش اننا نشاركوا فيها وانها تكون قوية. راه ما ينفع مع هاد المسؤولين على مستوى الدولة وعلى مستوى الحكومة الا الاحتجاج القوي، وعندنا امكانية باش ان الاحتجاجات ديالنا تكون قوية باش اننا نحولوا هاد الامور هذه السلبية اللي ضد شعبنا انها تولي ايجابيه. ما ننتظروش من ان الحكومه غادي تهبط من الاسعار، سواء من البنزين ولا من، لانه هما اللي كيبيعوه لينا. حنايا دابا كليانات تاع هاد المسؤولين على مستوى الدوله والحكومه. اذا هاد الباترونه هادي، هاد المسؤولين كخصنا نضغطوا عليهم. وباش غنضغطوا عليهم؟ بالقوة. اليوم يعني واحد الفئة متسلطة على هذه البلاد تقتني بشكل غير مشروع، تقتني بالنهب وبالإطراء غير مشروع، وتستفيد من هذه الثروات وتتسلط على ثروات الشعب المغربي. هذه الفئة هي المسؤولة اليوم، هذه الطبقة المحتكرة المستغلة هي المسؤولة على هذه الأوضاع المأساوية اللي وصل لها البلاد ديالنا، اللي وصلت هذه البلاد إلى الحافة، بينما هو بلد غني، بلد ممكن أن يعيش شعبه في رفاه وفي كرامة. هذا اليوم هو يوم غضب ويوم
الاحتجاج وكذلك يوم لتأكيد أن النضال سيستمر وأن المغرب الشعب المغربي من حقه أن يعيش بكرامة وسينتصر، والمستقبل لحقوق الإنسان، المستقبل للشعب المغربي وللحرية، وسيستمر النضال من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل مغرب الديمقراطية، مغرب الحقوق والحريات. هذه الوقفة احتجاجية بالمناسبة ديال النداء اللي طلقته الجبهة الاجتماعية المغربية. هذا النداء اللي هو نداء موجه إلى جميع الفروع ديال الجبهة وإلى جميع التنظيمات المنخرطة في الجبهة وإلى جميع المواطنات والمواطنين من أجل الخروج في نفس اليوم في نفس الساعة، باش أنه يعلنوا على الغضب ديالهم على الغلاء اللي كتعرفوا البلاد ديالنا. وبالفعل 60 ديال الفروع، 60 ديال المناطق اللي هي خرجت يعني باش تعبر على الاحتجاج ديالها، وهذا شيء مهم جدا تيبين انه هنالك واحد السخط كبير وواحد الغضب كبير ديال الجماهير الشعبيه على الغلاء. واللي مسؤول على الغلاء طبعا هي الدوله المغربيه، هي اللي مسؤوله على هذا الغلاء، والدوله المغربيه هي مطالبه، وحنا اليوم كنضغطوا باش ان الدوله المغربيه يعني تاخذ اجراءات حازمه من اجل التراجع على هذه الزيادات يعني في الأثمان، الزيادات في الأسعار، وأنها كذلك تسخم بجبر الأضرار، لأن هذه الزيادات أدت إلى أضرار بالنسبة للمواطنين، وخاصة الأجراء، خاصة الأجراء اللي عندهم واحد الأجراء محدودة وما كتطلعش مع الوقت، وبالتالي نحن نطالب بزيادة في الأجور كما التزمت الحكومة بذلك في الحوار الاجتماعي ديال 30 أبريل.